في ده، ونادر سكته اتقفلت، وهايدي ملهاش وجود اساسا. شكلي هروح لاسماعيل بيه واخليه يسلم القضيه لاي حد تاني غيري. ما تبقاش عبيط، دي اول قضيه تمسكها. هتروح تقول لهم ايه؟ مش عارف اشتغل؟ تروح مرور بقى بعد كده ولا ايه؟ مش عارف بقى. انا فاهم احساسك ده، انا كمان عمال الف حوالين نفسي عشان اجيب العيال اللي حرقوا الجمالات المحل، مش عارف اوصل لخيط حتى. بعدين يا اخي مفيش حاجه كبيره يعني تخلي حد يعمل كده. سيبك من المحل، انت عامل ايه معاه؟ طلبت ايدها. يا نهارك اسود، طلبت ايدها وش كده من غير ما تسالني، من غير ما تفكر في اي حاجه؟ يا عم بس هي توافق، وانا حاسس ان هي كمان بتحبني، بس يعني زي ما يكون كده في حيطه بيني وبينها. مالك يا عم انت، في ايه؟ تنح كده ليه؟ انا عارف الست اللي في الصوره دي. ست ايه يا عم انت؟ ما تحترم نفسك. بقولك طلبت ايدها. وانا بقولك انا عارف الست دي كويس، بس مش فاكر شفتها فين. تكون ممثله، مغنيه، مذيعه. ايوه ما انا كمان بحس كده لما بشوفها، بس عادي يعني، هما الحلوين كده كلهم شبه بعض. ماشي يا عم الحلو، ما انت دايما واقع واقف، ربنا يوعدنا. نقوا علينا بقى. الحمد لله على السلامة. نادر؟ هتفضلي ساكتة كده؟ عاوزني أقولك إيه؟ آخر مرة شفنا بعض كنا هنا في نفس المكان ده، كان فاضلنا حوالي شهر على ميعاد الفرح نشتري الحاجات الأخيرة، وبعد كده سيادتك اختفيتي. أكيد في كلام كتير وحاجات عايزة تقوليلي عليها، ولا إيه؟ هو أنت لسه فاكر تسأل عليا دلوقتي؟ كنت فين لما مروان اجبرني ان اسافر معاه بالعافيه؟ وكنت فين لما اجبرني ان اشارك معاه في لعبته الواطيه دي ضد هايدي، واطلع كاني واحده وحشه وخنت صاحبتي الوحيده اللي اتربيت معاها؟ كنت فين ساعتها وما سالتش عني ليه؟ ياه، وايه كمان؟ بص يا نادر، احنا ممكن ننسى اللي فات. انا خلاص قدرت اهرب من مروان ورجعت على مصر. انا رجعت عشانك، عشان نتجوز ونعمل شهر العسل ونعيش مع بعض وننسى كل اللي فات. انا لسه بحبك على فكره. انت مش متصور قد ايه حطيت لي اغراءات قدامي عشان اتجوز، بس انا رفضت ورجعت عشانك نادر. انا لسه بحبك للدرجه دي؟ انت شايف ان انا انسان ساذج عشان كنت بحبك؟ اللي قال لي انك رجعتي مصر قال لي كمان كل حاجه حصلت هناك. انت خلاص، خلص مروان وخلصت هايدي وخسرتي كل حاجة بسبب جهلك وقلة إحساسك. لسه فاكرة إن أنا العبيط الوحيد اللي ممكن يصدقك واللي يمكن تطلعي من وراه بأي حاجة. اسمعي، أنا مش هقولك أنا بكرهك أو بحتقرك أو أي حاجة من الكلام المهذب ده، بس عايزك تعرفي إن أنا زعلان قوي من نفسي، لأن قلبي ده في يوم من الأيام حب واحدة زيك. لا تكاوى، ما تخرصها بقى يا ولية، مش عارفة اتفرج على الفيلم. جنابي مش قادرة. ده مين اللي بيخبط في الساعات دي؟ قومي افتحي. حرام عليك، حرام عليك، انا مش قادرة. حرمت عليك عيشتك، يعني انا اللي قادر؟ طيب طيب. ايه ده؟ انتي؟ ايه اللي جابك هنا تاني؟ ملهاش لازمة الشحطات والمصاريف يا بابا، مصر كلها عرفت ان انا هنا، واللي له عندي حاجة يجي ياخدها بقى. استني قبل ما تخشي، ايدك على 50 جنيه جيب دخان. اتفضل. ايه ده؟ ماما مالك يا حبيبتي؟ ايه ده؟ انت كويسة؟ يا نبي يا نبي يا ايه ده؟ طب انت اخدتي الدواء طيب؟ ما خدتش حاجة. بصي مش حاجة، أنا هنزل أجيب لك الدواء، ولو ما خفيتيش من هنا لغاية الصبح هوديك المستشفى. ماشي؟ فوق بقى نادر، هتضيع نفسك عشان إيه وعشان مين؟ عشان نجوان
اللي سابتك وباعت نفسها لمروان عشان الفلوس؟ يا أخي احمد ربنا إنك كشفتها على حقيقتها قبل ما تتجوزها فعلا، ولا علشان سارة اللي كانت هتجرك لسكة اللي بيروح فيها ما بيرجعش. فوق يا نادر، فوق وارجع لنفسك ولحياتك ولأختك وللدنيا كلها. فوق يا أخي، فوق قبل ما يفوت الأوان، فوق. هي قفلت زي الكوتشينة، هنعمل إيه دلوقت؟ حافظ ومش فاهم يا ابني، الضمنة هي اللي بتقفل مش كوتشينة. يا عم ضمنة كوتشينة، المهم إحنا هنعمل إيه دلوقت؟ أنا بقول ناخد شقة في بطن البقرة عشان نبقى جنب هايد لحد ما نشوف الموضوع ده آخرته إيه. والله يا عندك حق، بدل ما نخرجها من اللي هي فيه نروح نتحبس معاها أنا وإنت يا عم. هتعمل عاقل علي أنا؟ يا عم ما هو ما ينفعش الكلام اللي انت بتقول ده يا عم برضو. صباح الخير. ايه محدش هيقول لي اتفضل ولا ايه؟ اتفضل يا دكتور نادر. هو انت مش قلت انه اتخانق معاك اخر مره رحت له فيها؟ ابو طالب بيه، انا جاي اعتذر لك عن اي حاجه حصلت مني في الفتره اللي فاتت. نو بروبلم، حصلش حاجه. انا جاي عايز اوراق القضيه بتاعت هايدي، انا همسك القضيه تاني وان شاء الله مع بعض للنهايه، للبراءه ان شاء الله. انت بتتكلم جد يا نادر؟ طبعا جد. شايف نادر ده؟ بقولك ده تربيتي انا، تربيتي انا. انا متشكر قوي يا نادر، مش عارف اقولك ايه، اشكرك ازاي يا رب. تشرب ايه؟ اسف يا الله، انا مدب، معلش يا الله، سامحيني والنبي يا الله، يعني ارمي نفسي من هنا؟ تتجوزيني يا الله؟ وانا شكلي عملت حاجه ولا ايه؟ اصل انا شفت الحركه دي في فيلم تركي قبل كده. تقبلي مني دي يا الله؟ واول ما ربنا يكرمني هروح لاخوكي واطلب ايديكي واجيب لك احلى شبكه. احلى شبكه؟ امال دي ايه؟ اتفضلي شوفيها، دي مفاجاه. تاني سيدي هيا تاني. ايه دي؟ دي احلى اغنيه اخطبك بيها. وانا شكلي غلطت تاني ولا ايه؟ كده دول العيال دي الراحة يا عمنا هتشوفوا ايه؟ في ايه يا حرس؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا حرس؟ عمل ايه بس؟ واخدينهم على فين يا بس؟ يا باشا انت يا ست هان، شوفي اللي الظابط بتاعك قبض على هيما ليه؟ بقول لك ايه، خلي بالك انت هتروحي في 60 دقيقه لو هيما قال له حاجه. يا دي المرار الطافع، هو هيما كمان عارف الموضوع؟ هو اكيد قبض عليه عشان حرق المحل. وماله هيما بس ومال حرق المحل؟ ولا هو افترى ولا بيجدد وخلاص؟ هو انت عشان رجعتي تكلميه هتتخانقي معانا ولا ايه يا كوريا؟ لا يا ست هايدي لا، الواد هيما واد مشجع ما يعملش العمله السوداء دي. شفتي هو بيقول لك اهو، وبعدين ما رجعش اكلمه ولا حاجه. انا بس حقناه وبقول الحق، هيما مالوش في حرق محلات. الحق كلمي الظابط بتاعك قبل ما هفلط معاه بكلمه كده ولا كان انت اللي هتشيل الطين. انا مالي، انت حر. كلميني يا ست هايدي، خير البر عاجله. الحمد لله على السلامه يا دكتور، المكتب منور بحضرتك، والله كنت وحشنا قوي. الله يسلمك، ميرسي جدا، وانتوا كمان كنتوا وحشيني جدا. يلا معلش احنا ضيعنا وقت كتير، بس برضه لسه قدامنا وقت. عايز كل واحد فيكم يحضر لي اوراق وملفات وتقارير بكل القضايا اللي معاكم علشان ارجع اشتغل معاكم زي زمان، ولا نسيتوا؟ اصرف لنا نص شهر. حاضر. احنا داخلين على شغل جامد جدا يا جماعه، جهزوا وشد حيلكم. شكرا يا دكتور. ان شاء الله. شكرا. الو، صباح الخير يا علاء. صباح الخير يا حبيبتي. علاء انا كنت عايزه اطلب منك طلب صغير. خلصي. طلب صغير قوي كده يعني. اتفضلي تحت امرك. الواد هيم ابراهيم اللي انت قبضت عليه من شويه. سيبيلي انا الموضوع ده، انا العيال دي عارف ديتها واعرف اتعامل معاهم كويس. هي قرصت ودني وهتلاقيهم كلهم جم تحت رجلك. لا لا، بس هو ابراهيم ما عملش حاجه. مش كان خاطب قريبتك وسابها؟ ممكن يكون بينتقم. هما رجعوا لبعض، وانت عارف يعني اني مش عايزه مشاكل معاهم. حاضر يا حبيبتي، هخرجه، اعمل لك اللي انت عايزاه. ميرسي، متشكره قوي يا علاء، ميرسي بجد. العفو. فكرت في الموضوع بتاعنا؟ لا لا، لسه انا هفكر واكلمك. وبعدين انت مستعجل قوي كده ليه؟ انا مستعجل جدا طبعا. طيب
روح انت دلوقتي وانا هكلمك. باي باي يا علاء. هيخرج. ارتحتي بقى؟ ايه وانا ارتاح ليه؟ خلي بالك انا عامله كل ده بس عشان قلقانة عليك، خايف عليكي من الكلابوش. كلابوش؟ ما شاء الله يا خرابي عليك وعلى جمالك يا دي البيت. ايه اللي جرى لك يا بيت؟ ما شاء الله عليك، رحتي وجيتي، وايه اللي جرى؟ تصدقي بالله والله ما عرفتك، والله بقيتي شبه البني ادمين اللي بجد يا بيت. لسه لسانك فالت مني. هقول ثانيه هيروح فين يعني؟ قولي لي يا بنت رحت فين وجيت منين؟ ما تسأليش عليا ليه يا واطيه انت يا واطيه. مشاغل والله يا خالتي. امال فين سوكة؟ عاوزه سوكة في ايه يا اختي وانت في الحاله اللي انت فيها دي؟ وبعدين مشاغل ايه يا بنت؟ رحت فين وجيت منين ومين قلعك ومين لبسك يا بنت؟ هقول لك على كل حاجه، بس دلوقتي عايزه سوكة عشان جايبه له شغلانه، انما ايه؟ لوز. ودي يا سوكة يا ولا يا سوكة يا ولا. ايه ياما في ياما سرعتيني. تعالى يا ولا تعالى. مش دي القبلة نوال؟ اه يا ولد القبلة نوال جايبه لك شغلانه لوز يا ولا. طب الف واجي لك قبلة نوال ولا اقول لك حاجه؟ نطي يا ولا. الف ليه؟ انت تحكي له على الشغلانه كده، لكن الاتفاقات كلها معايا انا. الفلوس والحاجات دي عشان انا مديره الاعمال دلوقتي. الحمد لله على السلامه قبلة نوال. الله يسلمك يا سوكة. بص بقى، انا دلوقتي شغاله في الكباريه اللي شغال فيه كبدكي وطاعون، والراجل مدير الصاله سمع الغنوه بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده. بس تعاون ده زباله البشر، كان عايز يقف لك فيها لولايا انا سلكتها لك. ايه سلكتها له؟ مش الكباريه ده يا بت اللي بيبقى فيه المليطه كلها؟ لا والله اصيله يا نوال. اه ياما كباريه، مطرب زي صاعد هيشتغل فين؟ في الحديقه اليابانيه. ايوه ياما كباريه. المهم يا سوكة لما تيجي تحرس منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان. يا اخويا احنا دلوقتي خرجنا بره المنطقه، يعني انت عارف المصريين مع بعض في الغربه بيعملوا ايه. يا اختي طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه، وانت ان شاء الله هتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ فتاحه. ودي هتفتح ايه دي؟ انا هقول لك بقى يا ام، مش انت بتنادي على الراجل ابو فوزي يا ابو فوزي افتح لي حاجه ساقعه؟ قبل نوال بقى جايبه ثلاجه حاجه ساقعه في هناك في الكازينو، وكل اللي يعدي يا ام تفتح له حاجه ساقعه. فتح له حاجه ساقعه. اتفتح في راسك طاقه انت وهي في ساعه واحده. المهم يا سوكة ان شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض لي الخدمه دي وتنطقني معاك. تأمريني قبل نوال بس ازاي يعني؟ افهمك، البنات صنفين في الكباريه، الفتاحه درجه تانية في الفلوس والمعامله وكله، اما الرقاصه درجه اولى. وانت بقى يا اختي عاوزه تترقي وتبقي ايه؟ فتحت كوالين ولا خزن ولا رقاصه؟ افهمك انا يا خالتي، ما انا طول ما انا بره كان على رقبتي عامل حاجه زي كده، لكن ما دام كده كده جوه المخروبه يبقى خربها احسن. الو ايوه صباح الخير، انا كنت بتصل بخصوص الاعلان. ايوه وظيفه السكرتيره التنفيذيه. نعم يا فندم. طيب معلش شكرا. بتتكلمي في ايه يا اختي؟ قومي خشي شوفي امك.